السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة تالتة إعدادي، هنحل مع بعض إن شاء الله امتحان محافظة الإسماعيلية للترم الأول 2025. يا ريت قبل ما أبدأ ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شرح كل دروس الجرامر موجود في قائمة تشغيل جرامر تالتة إعدادي الترم الأول. أول سؤال معانا، finish the following dialogue، أكمل الحوار الآتي. أحمد and علي are talking about their favorite hobbies. أحمد وعلي بيتكلموا عن هواياتهم المفضلة. أحمد بعد كده بيقول له what do you do when you're free time علي؟ أنت بتعمل إيه في وقت فراغك يا علي؟ فعلي قال له I often read، غالبا بقرأ. فأحمد قال له wonderful، رائع. وسأله سؤال، علي قال له I love reading short stories، بحب القصص القصيرة. يبقى إيه نوع الكتب اللي أنت بتحب تقرأها؟ يبقى what kind of books do you like reading؟ What kind of books do you like reading؟ قال له short stories، قصص قصيرة. علي سأل سؤال وأحمد قال له I have only one hobby، عندي هواية واحدة. يبقى هنا السؤال What about you؟ يعني إيه هي هوايتك؟ أو أنت بتعمل إيه في وقت فراغك؟ What about you؟ طب انت بتعمل ايه؟ What about you؟ او يقول له What do you do in your free time؟ يعني يقول له What about you؟ ماذا عنك؟ او What do you do in your free time؟ قال له عندي هواية واحدة. بعد كده قال له حاجة، وعلي قال له English، انجليزي. Oh good for you، ده جيد لي. I may give it a try sometimes، احتمال اجربه. يبقى هنا قال له الهواية ايه؟ الهواية sorry fishing، I'm sorry fishing يعني الصيد، sorry قريتها English. الصيد يبقى I love fishing، أنا بحب الإيه؟ الصيد، I love fishing، ده جيد ليك، ممكن أجربه، اللي هو الإيه؟ الفيشنج، الصيد. فأحمد قال له حاجة وعلي قال له okay I will wait for you your call، هستنى مكالمتك. يبقى هنا هو قال له إيه؟ هتصل بيك علشان تأتي معايا المرة القادمة. يبقى أو you can come with me the next time، ممكن تأتي معايا المرة القادمة. قال له اوكي هستنى ايه مكالمتك. you can come with me the next time، قال له ماشي هستنى ايه، هنتظر المكالمة. قال له thank you، شكرا لك. هيقول له ايه؟ العفو. يبقى you're welcome، you're welcome. السؤال التاني، read and complete the text with words from the following list، هنكمل بكلمات من اللي موجودة عندنا. memories يعني جمع ذاكرة، life حياة، care يهتم أو عناية، happiness سعادة، cares يهتم لكن للمفرد، sadness حزن. A true friend is the person who A for you، الشخص الصاحب يعني أو الصديق الصدوق هو الشخص اللي بإيه بالنسبة ليك. طبعا person مفرد، يبقى هو cares for you، بيهتم بيك، cares، نخلي بالنا ان دي رقم واحد، cares، ضيفلها اس لان ده مضارع بسيط لان الفعل مفرد. He will always want your A، دايما هيكون محتاج ايه؟ your happiness، سعادتك، your happiness. A life without a good friend is empty، الحياة بدون صديق جيد بتكون فارغة. Friendship will fill you with a that you can remember for the rest of your، الصداقة سوف ايه تملأك بايه الحي، وده اللي بيجعلك تتذكر لبقية ايه، لبقية حياتك، rest of your life، يبقى تتذكر الايه، fill you with a with memories، مليئة بالذكريات اللي انت بتتذكرها طوال حياتك. سؤال القطعة، اسمعوا ليا مانجو فيستيفال، طبعا اسماعيليه مشهورة بالمانجا، is an annual event held in August، ده احتفال بيعقد في شهر أغسطس، احتفالية المانجو بالاسماعيليه. The governorate holds it to celebrate the mango season،
المحافظة بتعقدها يعني اللي هو السليبريشن الاحتفال ده علشان تحتفل بموسم المانجا. مانجا is one of the most beloved fruits in our country. المانجا هي واحدة من الفواكه يعني المحببة للناس في البلد. The festival has many events such as road shows with mango, shaped cars, mango cutting competitions and musical shows. الاحتفال بيكون فيه أحداث كتيرة زي ايه يعني الروت شو اللي هو ان احنا بنظهرها في الطرق اللي هي المانجا, shaped cars على شكل سيارات, mango cutting competitions, وبيكون طبعا في مسابقات لقطف في المانجا واحتفالات موسيقية, عروض موسيقية. The main events take place in Ismailia City. الأحداث الأساسية بتحدث في مدينة الإسماعيلية, جولف كلوب أم محمد علي ستريت, في نادي الجولف وشارع محمد علي. They are open to the public for free, مفتوحين للناس مجانا. The festival aims to create a memorable and enjoyable experience. الهدف من الاحتفالية ان احنا نخلق تجربة رائعة و يعني يمكن تذكرها خالدة يعني. It attracts more tourists and support local businesses, hotels and industries. بتجذب سياح كتير وبتشجع الصناعات والفنادق والأعمال المحلية. The festival is attended by VIPs including the city governor and the ambassadors from all over the world. المهرجان بيتم حضوره ال VIPs بس اللي هي الناس المهمة في المجتمع, زي مثلا متضمنين المحافظ بتاع المدينة المحافظة والسفراء من جميع أنحاء العالم. The festival is held in الاحتفالية والمهرجان بيعقد في شهر ايه؟ أغسطس. أغسطس. The underlined word pronounced refers to ضمير ايه بيعود على الايه؟ To celebrate it علشان يحتفلوا بيه اللي هو الايه؟ الفستيفال المهرجان. The festival helps المهرجان بيساعد الايه؟ businesses الاعمال, business العمل. What is the main idea of the text؟ ايه الفكرة الاساسية في النص؟ يبقى the mango festival in اسماعيلية, احتفالية المانجا في الاسماعيلية ومهرجان المانجا, يبقى the mango festival الإسماعيلية. طبعا عذر جهلي لان انا مش من الإسماعيلية فما اعرفش اصلا ايه مهرجان المانجا. How does the government celebrate the mango festival؟ ازاي المحافظ بيحتفل بمهرجان المانجو او المحافظة؟ المحافظ بيعمل ايه؟ بيعقد مهرجان اللي بيكون فيه attractive shows. يبقى ذا او هي the government يعني المحافظ he held بيعقد او عقد a festival the festival that has attractive shows. اللي فيه انا اس طبعا هنا بيسأل المدرع بسيط, يبقى نقول holds بيعقد مهرجان اللي بيكون فيه ايه attractive shows that has, نكمل الإجابة هنا that has attractive shows, عروض رائعة attractive sorry attractive shows. بعد كده do you think that the festival is useful for the city؟ هل تعتقد ان المهرجان ده مهم للمدينة؟ yes. ليه؟ because it is good for the business in the city. لانه مهم للأعمال في المدينة. it is good for the business in the city. السؤال الرابع, choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة.
means to help and encourage someone، ان انت تساعد وتشجع شخص، يبقى ده ايه؟ support، يدعم. support is something that happens to you in your life، شيء بيحدث ليك في حياتك، يبقى ده ايه؟ experience، خبرة او تجربة. it wasn't a dream، لم يكن حلم. I was awake، انا كنت يقظ. the antonym of awake، عكس كلمة يقظ يبقى عكسها asleep، نائم. The government is going to renew more schools، الحكومة سوف تجدد مدارس أكتر. The suffix change the verb renew into an adjective، إيه اللي بنضيفه في كلمة renew؟ بنحوله لصفة، يحول كلمة renew دي لصفة. طبعا بنضيف لها APLE تبقى renewable، متجدد. Person is good at thinking for new ideas or ways to do something، الشخص اللي بيفكر في أفكار جديدة أو طرق جديدة علشان يعمل شيء، يبقى ده إيه؟ creative، مبدع. She worked hard to clean her room and they were amazing، عملت بجد لتنظيف حجرتها، طبعا النتائج كانت رائعة، يبقى results. بعد كده هنكمل بالكلمة الصحيحة. Have you been to Cairo؟ هل سبق لك إن أنت زرت القاهرة؟ Yes I إيه؟ طبعا ده مضارع تام، يبقى هنقول ايه؟ Yes I have been there، يعني انا ذهبت الى ايه؟ هناك. Yes I have been. I was in knowing the truth، انا كنت مهتم بمعرفة الحقيقة، يبقى ايه؟ انا اللي كنت مهتم، يبقى اضيف للصفة ايدي، يبقى interested in. احمد نور سامي came early، لا احمد ولا سامي اتوا مبكرا. طبعا هنا نور بجيب معاه ايه؟ neither nor. Ali awaken Aswan، it is his intention، طبعا دي نيته، يبقى لما اشوف كلمة intention نية، يبقى going to، يعني سوف يعمل كذا، يبقى علي سوف يقضي اسبوع في أسوان، يبقى علي مفرد، يبقى نقول is، بعد كده ايه؟ going، is going to spend، going to، بعد كده اجيب الفعل في المصدر. How about a play؟ ماذا عن مشاهدة مسرحية؟ What about بجيب بعدها الفعل في ing، يبقى What about watching a play؟ ده كده حل امتحان محافظة الإسماعيلية، أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في أي أسئلة يا ريت تكتبوها في الكومنتس، ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Goodbye.